شي مرة حدا تنمر عليك؟ طيب شي مرة انت تنمرت على حدا؟ يا لطيف، شو درجة التنمر وشو صار سهل بزمن السوشيال ميديا؟ بالسوري حلقة جديدة. صحيح، من وين اجت كلمة تنمر؟ للصراحة كلمة تنمر ما درجت إلا بهالكم سنة الأخيرات. قبلها كنا نسمي التنمر مسخرة، فمن وين إجت هالكلمة؟ يا جماعة، طلعت هالكلمة مشتقة لغوياً من النمر. إيه النمر ما غيره، يعني التشبه بالنمر هو معنى هالكلمة اللي ما بترتبط إلا بكل شيء مؤذي وسيء. طيب بتعرفوا أول تنمر بالتاريخ شو كان؟ يقال إنه أول تنمر بالتاريخ هو وصف ابن الرومي لأنف عدوه ابن نور، لما قال: لك أنف يا ابن نور أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في مكة يطوف. أنت على ما يبدو كان يمارس عليك التنمر. شو يعني التنمر يا وهير؟ وللأسف التنمر بزمن السوشيال ميديا صار ما في أسهل منه، والشي اللي بيزعل أكتر إنه بصير قدام كل عيون الناس وعلى عينك يا تاجر، وبمنتهى البساطة بتشوف كل صفحات التواصل الاجتماعي مليانة شتائم وألفاظ مسيئة وتعليقات ساخرة. يعني مثلاً بنشوف صورة فنانة وبنبلش فيها وبنقول يي ليش هيك لابسة وليش هيك عاملة ويي شو مأوفرة بالتجميل. بنفس الوقت بنرجع بنشوف صورة فنانة تانية وبنقول ليش ما بتهتم شوي بحالة وبتعمل شوية تجميل، يي شو كبرانة ومتبشعة. طيب شو بدنا؟ نحن اللي عم نتنمر شو بدنا؟ غير الله ما بيعرف. أساساً ما في شي عاجبنا وما حدا بيمرق من تعليقاتنا. ما التنمر صاير شغلة المال وشغلة. أنا وأنا صغير كانوا يقولوا لي يا دول يعني يا خالص يا بندوك مشطوب ضرب شصي على البركة اهبل. وللأسف التعليقات السلبية اللي بيتم توجيهها للمشاهير سواء كانوا فنانين أو رياضيين أو سياسيين أو صانعي محتوى ما بتوقف عند انتقاد الشكل الخارجي، وبأكثر الأوقات بتوصل للتدخل بحياتهم والتعليق بطريقة جارحة جدا جدا، وكأنه الشخص المشهور ما نو من لحم ودم ولا عنده إحساس، وغالبا بيتم توجيه اتهامات مسيئة جدا وما بيفكروا ولا شوي بالأثر السلبي اللي ممكن يتركوه عنده لما بيقرأ كل هالسلبية. لك يا جماعة، حتى إذا حدا من هالمشاهير مرض ما بيخطر لهم أنهم يوقفوا عن التنمر، وبيبلشوا شماتة وبيقولوا الله لا يرده ولا يشفي. لك يا لطيف، شو صاير بالدنيا؟ هل بتستاهل أنها تنشتم ويندعى عليها بالموت؟ شو هالعدائية هيك؟ ليش وصلنا لهون؟ طيب بغض النظر عن كل شيء، عن جد شو اللي بيخلينا نحب نتمسخر ونتنمر على الآخرين؟ معقول مثلا لما بنحط شي تعليق مسخرة على شي فنان وبيجينا كتير لايكات عليه وبيقولوا ياي شو مهضوم مثلا، بنحس حالنا حدا مهم؟ يمكن لهيك لازم نبطل نضحك لما بنشوف حدا عم يتمسخر على حدا تاني منشان ما نصير شركاء بالتنمر بلا ما نحس. بتعرفوا شو المشكلة حاليا؟ المشكلة انه التنمر صاير مو بس من الناس العاديين، صاير كمان من بعض الصفحات الإعلامية وصفحات السوشيال ميديا نفسها، وكل هالشي لحتى تجمع لايكات تكسب متابعين. نصيحة يا غوالي، لما حدا بيتنمر عليكم دحوا بلوك وخالصين. بلوك 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 بلوك، في اختراع البلوك ده موجود على الفيسبوك وموجود على التليفونات. خلونا بفقرة حكي ميديا نشوف تعليقات الناس عن التنمر. على فكرة التنمر سلوك عدواني 100% وما بيندرج أبداً تحت بند الحرية الشخصية أو إبداء الرأي أو حتى الهضامة، لأنه نوع قوي من أنواع الإساءة النفسية. لهيك لازم الواحد كتير ينتبه لحكيه وينتقي كلماته ويزينها منيح قبل ما تطلع منه. خلصت حلقتنا لليوم، باي باي.